بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده الكنترول سيستم. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد اخر مثال في الشابتر الخاص بموضوع الاستابيليتي، وبنتكلم على طريقه راوس. في المثال اللي عندنا قدامنا اوبن لوب عباره عن الجي اوف اس في الاتش اوف اس بتساوي الكي على الاس على الاس زائد واحد والاس زائد ثلاثه، والمطلوب اللي احنا نبدا نشوف القيمه بتاعه الكي ونشوف ان الكي دي فور ستيبل الاوبريشن. عايزين نشوف القيمه بتاعه الكي. فاول حاجه بالنسبه لنا عشان نقدر نحل بيه استخدام طريقه راوس، بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نشوف الكاركترستيك ايكويشن اللي هي عباره عن 1 زائد الجي اوف اس الاتش اوف اس بيساوي صفر. فبالتالي لازم احقق اول شرط بالنسبه لي اللي هي عباره عن الواحد زائد الكي على الاس، الاس زائد الواحد والاس زائد التلاتة، الكلام ده بيساوي الصفر. طيب اظبط الشكل اللي عندي، اظبط الشكل اللي عندي بالنسبة للكاركترستيك ايكويشن، يبقى انا اقدر اخد المقام بتاعي، يبقى هو عبارة عن ان الاس زائد الواحد والاس زائد تلاتة زائد الكي بيساوي صفر. طيب بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ انا شايف ان انا عاوز ابدأ اجيب مين، اشوف القيم بتاعت الاس اس 2 اس اس 3 وابدا اظبط الشكل بتاعي. يبقى فك الاقواس اللي عندي دي عشان اقدر اشوف المعادلات بتاعتي او اشوف المعادله بتاعتي. اول حاجه بعد ما اخلص افك الاقواس هيطلع لي هنا اس اس 3 زائد 4 اس اس 2 زائد 3 اس زائد الكي، الكلام ده بيساوي صفر. يبقى انا كده وصلت لمين؟ وصلت للكاركترستيك ايكويشن، ووصلت للمعادله اللي انا عايز ابدا اشتغل عليها. الخطوة اللي بعد كده ببدأ أعمل الخطوة اللي إحنا عارفينها، ببدأ أخد العمود بتاعي وأقول والله إس أس 3 إس أس 2 إس أس 1 إس أس 0، وأبدأ أحط العوامل بتاعتي، أحط هنا قيمة 1، أشيل الأربعة وأحط هنا مكانها 3، أحط هنا قيمة الأربعة وأحط هنا قيمة مين؟ أحط هنا قيمة الكي. يبقى أنا كده خلصت أول صفين بالنسبة لي. هضرب الأربعة في ثلاثة ناقص الكي في الواحد على الأربعة، يطلع لك بقيمة 12 ناقص الكي على الأربعة. طيب بعد كده الأربعة في صفر ناقص الواحد في صفر على بتاع، يطلع لك هنا قيمتها بالصفر. طب تعالى نخلص دي، يبقى القيمة دي في الكي ناقص صفر على في الأربعة على ده، يطلع لك قيمة الكي. يبقى أنا كده خلصت مين؟ خلصت طريقة الراوس. طيب انا وصلت للصوره دي هعمل ايه؟ انا عاوز المطلوب مني اشوف قيمه الكي بكام. يبقى اذا انا اقدر اقول له والله اللي انا عندي ان ال 12 ناقص الكي على الاربعه، الكلام ده عشان نشوف ان الكلام ده هيكون ستيبل ولا ان ستيبل، لازم الكلام ده يكون اكبر من الزيرو. يبقى اذا هنا ان الكي بتاعتك هنا هتكون عباره عن كام؟ خلص الكلام ده يطلع لك هنا ان الكي لازم تكون اقل من ال 12، وفي نفس الوقت الكي هنا هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن اكبر من الزيرو. يبقى اذا اللي انت تقدر تقول له ان القيمه بتاعه الكي بتاعتك عشان يكون الجسم بتاعك عباره عن ستيبل يتراوح ما بين اكبر من الصفر واقل من ال 12. يبقى احنا كده قدرنا نشوف السيستم بتاعنا. طيب لو انا عاوز اشوف بقى ان الجسم بتاعك هيكون عباره عن كريتيكال، اللي انا اعوض بيه قيمه ال 12 واقدر اعوضه في المعادله المساعده لو انا عاوز اشوف القيم بتاعته. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمرين